من شوية صغيرين توفى إلى رحمة الله يعني كابتن مصر وكابتن النادي الأهلي، واحد من أساطرة الكرة المصرية بشكل عام، مش في النادي الأهلي بس، واحد من الناس اللي لعبت كرة قدم حقيقية، كان سابق عصره بكتير جدا 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 في كل حاجة خاصة بكرة القدم، كابتن صفوت عبد الحليم في ذمة الله. كابتن صفوت عبد الحليم واحد من أساتذة الكرة في مصر، واحد من أساطرة الكرة في مصر، واحد من الناس المحبوبة جدا 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 عند جماهير النادي الأهلي، فالبقاء لله في واحد من كباتننا الكبار أوي 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 أوي، واحد من الناس اللي هي يمكن على مدار تاريخه وعلى مدار حياته بشكل عام متع الناس بكرة قدم حقيقية، كان أداء مفيش أحسن من كده على المستوى الفني داخل الملعب وكمان على مستوى خارج الملعب، بقى حدث ولا حرج، فواحد من الناس اللي ما تسمعش صوتها بكلمة هنا ولا كلمة هنا ولا أسلوب لا قدر الله مش لطيف ولا حاجة ولا حد ولا أسلوب يضايق حد ولا في أي تجاوز في حق حد يعني. فكابتن صفوت عبد الحليم مكانته وقيمته وحجمه كلعيب كرة قدم وكإنسان كانوا كبار جدا 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 يعني. فمن الحاجات الصعبة على أي حد إن هو يبدأ حلقة مهمة وحلقة كمان الواحد يعني محضر حاجات وبيتكلم في حاجات وبعدين قبل الهوا على طول يعني تفاجأ بخبر زي ده، فبالتأكيد بتبقى حاجة مش حلوة خالص يعني. لكن كابتن صفوت عبد الحليم لو أنا قعدت أتكلم من هنا لحد السنة الجاية عليه على المستوى الفني أو على المستوى الإنساني على المستوى الشخصي، ما كانش ليا الحظ ان انا لعبت معاه اكيد، ما كانش ليا الحظ ان انا زميلته كتير او لعبت معاه كتير او اتمرنت تحت ايده حتى، لكن كان ليا بيني وبينه بعض المواقف اللي ما ينفعش ابدا الواحد ينساها وكلها بكل خير الحقيقه يعني، سواء حتى وانا كنت في مرحله قطاعين او حتى بعد ما طلعت الدرجه الاولى او حتى بعد ما نهيت حياتي الكرويه يعني. فكابتن صفوت عبد الحليم في ذمة الله البقاء لله، بينعي مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيسه كابتن محمود الخطيب والمدير التنفيذي والقطاعات الرياضية المختلفة في النادي الأهلي الحزن والأسى على الكابتن صفوت عبد الحليم نجم مصر والنادي الأهلي اللي توفى النهاردة 30 سبتمبر 2018. ربنا يا رب يتقبله برحمته يا رب ويلهم أهله الصبر والسلوان. كابتن صفوت عبد الحليم البقاء لله، أكيد بعد شوية هنبقى نتكلم في العزاء هيبقى فين، مراسم الدفن والأمور الخاصة بالعزاء هنقوله إن شاء الرحمن خلال الحلقة بإذن الله. بقاء لله للمرة الثانية يعني، والمرة الثالثة والمرة العشرة والمرة المليون، لأنه يستحق حال الدنيا ومحدش في الدنيا أبدا خالد فيها وكله بيعدي عليها عابر سبيل، لكن في النهاية يعني محدش بيتعظ يعني، هي دي حال الدنيا.